هل تعرفون أن البصرة نامت ليلة أمس على أصوات الرصاص والقذائف الصاروخية؟ نعم، حدث ذلك بعد خلاف نشب بين عشيرتين متنازعتين تحديداً في جرمة علي شمالي المدينة. في مقابل ذلك للأسف لم تتدخل القوات الحكومية بشكل فاعل، واكتفت بإرسال إحدى عجلاتها التي تعرضت لإطلاق نار مباشر من العشيرتين قبل انسحابها وترك المعارك فجر اليوم.